تشارك وزارة الصحة دول العالم في التوعية بمرض التهاب الكبد الفيروسي بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الذي يصادف 28 من يوليو من كل عام. نعم، يأتي هذا العام تحت شعار حان وقت العمل بهدف تعزيز وعي المجتمع بهذا المرض وفي إطار التأكيد على التعاون الدولي من أجل الحد منه ومن مضاعفاته والقضاء عليه. بهذه المناسبة أكدت وزارة الصحة حرص مملكة البحرين على تعزيز الوقاية من كافة الأمراض والأوبئة وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية ذات الجودة العالية لكافة المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع الأهداف الصحية الوطنية والدولية. في هذا الصدد أكدت الوزارة حرص مملكة البحرين على الوقاية من المرض على جميع الأصعدة والتي من أبرزها إدخال التطعيمات لمختلف أنواع هذا المرض منذ سنين طويلة، كما تحرص مملكة البحرين على توفير الفحوصات المخبرية للكشف عن تلك الفيروسات بتقنيات ذات جودة عالية وتوفير العلاجات اللازمة مع تقديم التوعية والتثقيف بشكل مستمر. يعد الكبد عضوا مهما في جسم الإنسان لضرورته في تخليص الجسم من الفضلات والمساعدة على هضم الطعام، فالحفاظ على الكبد يعتبر ضرورة أساسية. طبعا التهابات الكبد الوبائية هي عبارة عن مجموعة من الفيروسات اللي تصيب الكبد، تنقسم إلى عدة أنواع، منها الحادة ومنها المزمنة. هما الأنواع الرئيسية هما 5 أنواع، عندنا الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E. الـ A والـ E هما أكثر 2 اللي يسببون التهابات حادة، والـ B والـ C هما أكثر 2 اللي يسببون التهابات مزمنة في الكبد. الزين إن في الالتهابات الحادة إن هي بتكون تطلع من الجسم بصورة طبيعية، الجسم جهاز المناعة يتخلص من المرض بصورة طبيعية، فمجرد المرضى غالبا يحتاجون ملاحظة في بعض الأحيان في المستشفى. طبعا في حالات أن ممكن الواحد يسافر إلى بعض الأماكن اللي ما يكون عندهم مصادر مثلا مياه نظيفة، عندنا التطعيمات حق بعض الأنواع، الـ A مثلا التطعيم موجود. ومن أعراض التهابات الكبد الحادة التي تنتقل عبر المياه والأطعمة الملوثة حرارة في الجسم والتعب والإيعاء والإصفرار في العين والجلد، فيما تكون أعراض التهاب الكبد المزمنة صامتة. بالنسبة حق المزمنة طبعا هاي اللي تحتاج ملاحظة من قبل الطبيب المعالج في المستشفى، لأنها تحمل طبعا خطورة التطور في المستقبل. السي في السنوات الأخيرة قدرنا احنا نتغلب على السي، في السابق كان هو الفيروس السائد في الحالات المزمنة للكبد، في السنين الماضية عندنا علاج، الحين الفيروس سي يعني هيباتيتس سي صار مرض يتعالج والمريض يتخلص من الفيروس بصورة نهائية. طبعا الكبد الوبائي البي الزين فيه انه في عندنا تطعيمات موجودة من التسعينات، التطعيم موجود وتنعطى طبعا حق المواطنين والمقيمين. مشكلة البي طبعا لو صار مزمن ان ما عندنا علاج اللي يخلي المريض انه يكون يشفي تماما من الفيروس، يظل حامل للفيروس، ولكن طبعا الأدوية موجودة بحيث انها هي تقلل من نشاط الفيروس وبالتالي تقلل من خطورة تطور المرض. وللوقاية من التهابات الكبد المزمنة التي تنتقل عن طريق السوائل او الدم، يجب الحرص على استخدام الأدوات المعقمة لتفادي انتقال أي عدوى.